بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جديد معكم أخوكم علي الزاهر نكنيم ويف تونر. اليوم راح نواصل نتكلم عن الانترفيس للهاليون 5. وصلنا إلى هذا القسم، نلاحظ أن اللود يعني الخيار اللي راح نعمل لودينج إلى اي انستومنت من خلال القائمة. هنا لاحظ هنا الخيار لود، طبعا خيار لود فيه الكاتيجوري اللي من خلاله ممكن توصل للانسترومنت اللي تحب بشكل سريع، او الى الاحساس او الاسلوب اللي تحبه. ومع الكاتيجوري هذا صمم عن طريق الشركة نفسها بالاعتماد على مقاييس عالمية نقدر نقول. لاحظ هنا الكاتيجوري ممكن نعدل عليه ونختار الأسلوب اللي نبغاه. برضو هنا لاحظ عندك 4 خانات، طبعا هي متصلة ببعضها. لاحظ هنا لو حبيت اختار البيس راح يقول لي سب كاتيجوري اكوستيك بيس او الكتريك بيس اذر او ساينث بيس. طبعا لما اختار الاكوستيك بيس هو راح يعرض لي الاكوستيك بيس بلو جاز روك ميتال. لاحظ هنا عدد الانسترومنت الموجودة لكل كاتيجوري. لو قلنا مثلا الجاز راح يعطيني، طبعا هي هذه النتيجة، لكن برضو لو حبيت اختار طريقة الآلة لاحظها لوب هنا اتاك كلين ديكي اكوستيك، يعني ممكن تسهل علينا وتساعد، يعني يقول لك الآلة هاي تندرج تحت المسمى هذا البولي. إذا حاب البولي ممكن تختار برضو أكثر من ضغط على الكنترول، طبعا تقدر تختار أكثر من خيار عفوا خلال الضغط. هنا ممكن تحدد التصنيف اللي يناسبك، على سبيل المثال أبغاه وور، برضو أبغاه لوب، فراح يعطيني الوور واللوب، فيعني هي تصنيف ممكن يسهل علينا. هذا بالنسبة للكاتيجوري. هنا طبعا إذا حبينا نتراجع نرجع من البداية، نجي هنا ريسيت فلتر، يعني عمليات الفلترنج اللي عملناها راح يرجع الى جميع الانسترومنت. وهكذا نلاحظ هنا الجيتار يحتوي على 284، يعني عدد الانسترومنت اللي موجودة هنا لاحظها، طبيعة مثل ما قلنا لكم الآلة. نجي هنا لاحظ all instrument، طبعا الآن جميع الآلات اللي مربوطة بالهاليون 5 أو المكتبات اللي مع الهاليون 5 هنا موجودة مع العرض. لو حبيت أخصص لاحظ هنا الانسترومنت على شكل الصور هذه، هنا all مثل ما احنا شايفين. لو حبيت مثلا المكتبة هذه ممكن تختارها وبرضو تجي الى نفس الاسلوب. لاحظنا ميوزيكال افكت وبرضو ممكن تختار، يعني هنا طريقة اختيار الالات باسلوب الفلترينج. لاحظ هنا الورد انسترومنت
أفريكان، أمريكان، يوروب. طبعا هنا النتيجة ممكن نضغط دبل كليك، لاحظ هنا الآلة، برضو ممكن نعمل دراج دروب، تختار الآلة هنا، لو حاب نفس الآلة هذه تغيرها ممكن تضغط دبل كليك في نفس المكان مع اختيار مثل ما تكلمنا المقطع السابق. طبعا نرجع هنا ونقول فلتر، نجي هنا للأول، أنا راح أتكلم عن هنا خانة السيرش. طبعا السيرش معروف الغرض منه، مثلا حاب تبحث على فايولين أو مثلا جيتار تار، مثل ما احنا شايفين راح يعرض لك هنا جميع الانسترومنتس اللي متعلقة بالبحث حقك الجيتار، نرسل له قائمة البحث. طبعا أنا ما راح أفصل في الأمور هذه لأنها كلها تتعلق ب قضية الفلترينج، بما أن احنا قاعدين نستعرض الهاليون 5. أنا الطريقة الأسهل إنك تعمل سيرش بالأسلوب هذا، إذا حاب تعمل كلير للسيرش لاحظ هنا عدد الانسترومنت اللي حصل عليها من خلال البحث حقك، ممكن تعمل كلير بالطريقة هذه. هذا هنا بالنسبة لقسم اللود. نجي لقسم الميدي. الميدي مثل ما احنا شايفين الصورة هذه اختيار، لو انت مثلا عندك اكثر من آلة راح تعزفها على نفس الكيبورد حقك، ممكن من خلال هنا تحدد المفاتيح اللي حاب تستخدمها للآلة رقم 1 والآلة رقم 2. تساعد طبعا الأفكار هذه في أثناء مرحلة التوزيع وتسهل علينا. مثل ما شايفين هنا الخيارات هذه، البولي، الترانسبورت، ترانسبوز، مثل ما شفنا هنا اختيار الكي، الفلوسي، حساسية الآلة هذه ايش تبغاها، عند اي حساسية ممكن يطلع لك الصوت هذا. طبعا عشان نفهم ايش معنى الفلوسي هذا، يعني التاتش اللي موجود معاك في الكيبورد اذا وصل لغاية 106 كقيمة راح يستجيب هذا الصوت. وبرضو بالنسبة لهذا الصوت طبعا مفيدة هذه في عمليات خلط الآلات، بعض الآلات ما راح تستجيب إلا عند الفاليو الفلاني، الفلوسيتي الفلاني، وآلات راح تستجيب عند الفلوسيتي الفلاني. طبعا هي كفكرة الآن، لكن كتطبيق ممكن إن شاء الله مستقبلا نطبق على هذه الأفكار. هنا الكنترولر، مثلا الآلة هذه حاب تعمل لها assign على sustain controller أو breath control وهكذا. هنا المكسر، طبعا المكسر كنا عارفين المكسر ووظيفة المكسر، لكن أنا راح أتكلم عن أسلوب العرض المكسر. أولا راح أستفيد من وضع آلات أكثر عشان نعرف كيف الميكسر ممكن نستخدمه. طبعا لاحظ هنا هذا ماستر فيدر، الماستر هذا يشمل جميع الانسترومنت هذه، ممكن نعمل ميوت سولو ليفلينج بالطريقة هذه المعتادة، برضو ليفت رايت بالطريقة هذه المعتادة. الشيء اللي راح
أتكلم فيه الآن اللي هو عملية وضع الانسرت. طبعا الانسرت ممكن تشوف هنا جميع الانسرت الموجودة أو البلجنز، الريفيرب، الإيكولايزر، الفلترينج، الكوراس، الفايبر، كلها البلجنزات اللي تعودنا وشفناها وتعاملنا معها كمهندسين ممكن هنا تستخدمها. طبعا لو اخترت بلجنز راح يعرضه هنا في الخانة هذه، برضو ريفيرب راح يعرض في الخانة هذه. ممكن تتنقل إلى الفلتر بالأسلوب هذا، ممكن تعمل أوف وأون بالأسلوب هذا. طبعا مثل ما قلنا لكم الأمور التفصيلية هذه راح تكون في مقاطع المخصصة، لو أنكم حابين وطمعانين أن نفصل في هذه البلاجنزات. ممكن نجي هنا برضو نلاحظ السهم هذا علشان إخفاء. لو جينا هنا شو بس هذه الانسترومنتات اللي معاي هنا، لاحظ 5 انسترومنت عمل لها، كل واحد مخرج خاص زي ما قلنا لكم. ممكن هنا تعدل، لاحظ المخرج، ممكن برضو هنا تعدل المخرج وتضبطه طبعا في داخل الدي اي دبليو هذا، ان الانسترومنت هذه خاصة بالميدي، خاصة بالمخرج. برضو اللي حاب يتعرف على طريقة عمل الاساين الى المخارج والمداخل، في مقطع سابق وضحنا هذه الطريقة باستخدام الهاليون 5، لكن هنا في مقطعنا هنا راح نتكلم عن أقسام الانترفيس. مثل ما تكلمنا في الماستر، لاحظ هنا السهم، كل آلة ممكن تختار بلاجنزات خاصة فيها. طبعا الطريقة هذه يدوية، لكن تقدر من خلال هنا تفتحهم كامل وتغلقهم كامل. لو لاحظ هنا مثل ما قلنا لكم العين هذه ايش تعني، راح يعرض لك سلوتات، راح يعرض لك سلوتات امتي مخفية فاضية، او تطلب منه اخفائها. نجي هنا راح يعرض لك الاوكسيلاري. طبعا الاوكسيلاري مثل ما احنا عارفين فائدة الاوكسيلاري انها تختصر عليك، ممكن تحط فيها البلاجنزات اللي تحب وتعملها الساين على بشكل مشترك للآلات، يعني طريقة الباس والسنت المعروفة. هنا قلنا لكم في البداية ان هذا الانسرت خاص بالانسترومنت هذه، لكن الباص انسرتات عامة ممكن تستفيد منها في اكثر من انسترومنت. نجي هنا مثل ما قلنا لكم الماستر الاوتبوت، نجي هنا لللايرز. اللايرز راح نتعرف على اللايرز هذه من خلال القائمة هذه إن شاء الله، لكن الآن أنا راح أكتفي بعرض المكسر في اللايرز. هنا راح يعرض طبعا الآلة المختارة مع الماستر عن طريق الأمر هذا. هتلاحظ لاحظ هنا لما اختار راح يختار لي
يعني ممكن أنت تستفيد منها طبعا في عمليات الميكسينج، ممكن الميتر تراقب الميتر مع الماستر والأمور، يعني تحتاج إلى مثل هذه الطريقة. نجي هنا للإديت، طبعا الإديت راح يعرض لك الآلة وش ممكن تعمل من خيارات. طبعا الأقسام التفصيلية هذه أنا راح أخصص لها مقاطع منفردة علشان نوضحها ونعرف طريقة استخدام لها، لكن حاليا راح نكتفي أن الإديت راح يعرض لك كل خصائص الآلة وكيف ممكن تعدل عليها. هنا الأوبشن، أوبشن عام بالنسبة للإنترفيس خاص بالميموري وطريقة التعامل مع الإنترفيس في اللودينج. لاحظ هنا يعني قياسات أنا راح يعرضها، ممكن تحديد برضو أمور تفصيلية بالنسبة للبرنامج خاصة ب طبيعة الانترفيس وقوة الانترفيس كاستخدام ممكن تتعامل معها في الأوبشن. لاحظ هنا على سبيل المثال تختار البروسيسور، كم عدد البروسيسور اللي يستهلكها الهاليون، يعني ممكن تستفيد من الهاليون تزيد قوة تمكن الهاليون من البروسيسر عن طريق الخيار هذا. برضو هنا الفويس اللي ممكن يتحملها الهاليون. طبعا هنا احنا كمستخدمين استخدامنا جدا بسيط، ما اعتقد راح نضطر الى ان نستخدم طاقة كبيرة بالنسبة للهاليون، لكن مثل ما قلت لكم أنا هنا راح أعرض إمكانيات الهاليون وكيف ممكن نستفيد منه. لاحظ هنا السهم، لما نضغط السهم كل الخيارات اللي شفناها سابقا ممكن نجي هنا ونفتحها عن طريق السهم هذا. ممكن تختار هذا بالنسبة لمقطعنا اليوم، إن شاء الله يكون فيه الفائدة، ونوعدكم بالاستمرار نتكلم عن القسم هذا، كثير من الفوائد راح نتعرف عليها في القسم هذا، لذلك راح أخصص لها مقطع منفصل. أخوكم علي الزاير، إن شاء الله نشوفكم المقاطع المستقبلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.